الشباب ما فيش عذر بعدم التركيز. يعني عملنا كل الاسباب بتاع التركيز بس ما في تركيز. الله يسلمكم بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نستمر في رحلتنا مع السيرة النبوية العطرة التي يعني نعطر بها آذاننا وننعش بها ذاكرتنا ويعني نحيي بها قلوبنا. ويعني كما ذكرنا أن يعني ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ومعاودة يعني تذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من الأمور التي ترقق القلوب وتجعل الإنسان مرتبطا بهذا الدين ويستحضر هذه التضحيات وهذه البطولات التي كانت في سبيل توصيل كلمة الله سبحانه وتعالى إلينا الآن وفي هذا المكان وفي هذا الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قدره عند الله عظيم، وما زال الشعراء والمادحون عبر العصور يذكرونه ويمدحونه من مدائح كثيرة، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أضواءها للناس في الظلم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شبيه في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويعني استحضارا للخريطة الزمنية للسيرة النبوية يعني حتى ندرك أين نحن الآن يعني في السيرة النبوية، هذا الجدول يبين المخطط الزمني للسيرة النبوية منذ يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومررنا بحادثة شق الصدر ووفاة عبد المطلب وسفره إلى الشام وشهود حرب الفجار والزواج من خديجة ووضع الحجر الأسود وترادف علامات النبوة ثم الخلوة بالغار وبدء الرؤية الصالحة، ثم تبدأ السنة الأولى للبعثة من تكليف النبي صلى الله عليه وسلم رسولا خاتما لهذه الأمة. وهذا الجدول الموجود أمامنا هو يعني الفترة المكية فقط، وكما نرى يعني هو متصل سنة بسنة، ولكن بعد ذلك يعني تكثر الأحداث عندما ندخل إلى الهجرة النبوية في المدينة المنورة، أحداث كثيرة متعاظمة سنة بعد سنة وشهرا بعد شهر حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الخريطة الزمنية للسيرة النبوية المطهرة، يعني أحيانا نختصر في جوانب منها وأحيانا نفيض في جوانب أخرى منها، ويعني ما ننساه يذكرنا به الله سبحانه وتعالى فيما بعد، فترتبط الأحداث معا. أحيانا يكون في فلاش باك فنتذكر حدثا قديما، وأحيانا يكون في فلاش فورورد فنذكر حدثا يأتي فيما بعد مرتبط بالحدث القائم الآن. ويعني احنا توقفنا عند دار الأرقم ابن أبي الأرقم وبداية الدعوة السرية لمدة 3 سنوات، وأنا أجلت موضوع الحديث عن معجزة انشقاق القمر التي يذكرها بعض المؤرخين في هذه الفترة للحديث عن يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كاملة أثناء فترة وجوده في مكة المكرمة. ولذلك بس أنا أستعيد معكم بعض الأشياء التي ذكرناها المرة الماضية مع بعض الصور التي تذكر بالمعالم والأماكن، لأنه يعني لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، طوبى لمنتشق منه وملتسم، صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا عن دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وذكرنا أن مكانها كان عند جبل الصفا، فكان هذا يعتبر في آخر مكان في مكة بجواره جبل أبي قبيس مباشرة، وبالتالي من السهل الوصول إليه واكتشاف إذا كان أحد يراقب السائرين إلى البيت والمجتمعين فيه، بالإضافة لصغر سن سيدنا الأرقم ابن أبي الأرقم، ويعني أن المشركين لا يظنون أن يكون الاجتماع في بيت هذا الشاب الصغير، وأنه من بني مخزوم وزعيمهم أبو جهل، فكذلك يستبعدون أن يكون اجتماع المسلمين هناك في هذا المكان.
وفي هذا المكان يعتبر بيت الأرقم، ومكانه الآن كان موجودا يعني حتى وقت قريب لما كان الناس تسعى بين الصفا والمروة في وسط البيوت، وكان مكانه مكتبة، والآن مكانه هنا. يعني إذا حججت أو اعتمرت فأنت بعد العمرة تتجه إلى الصفا والمروة، يكون في مثل المطلع، هذا المطلع هو بداية جبل الصفا في الحقيقة، فهو كان عند سفح جبل الصفا ومكانه في هذا المكان. وفي الغالب لما تنتهي من الطواف حول الكعبة، الشخص من هنا يحاول أنه يلتمس مكان خلف مقام إبراهيم ويصلي الركعتين، ثم يتجه للشرب من زمزم، وبعدها يتجه إلى السعي بين الصفا والمروة. فإن يعني آنست أنك تقعد في هذا المكان لحظات وتتذكر المسلمين الأوائل، وتتذكر دار الأرقم ابن أبي الأرقم، المدرسة الأولى التي خرج منها الإسلام، فإن هذا يعني مما يبعث في القلب الحنين والشوق، ويشجع على أداء المناسك بشكل فيه محبة أكثر. آمين يا رب العالمين. فالسابقون الأولون هم الذين تخرجوا من مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم. الأرقم بالمناسبة يعني هو أحد الأسماء الجاهلية كذلك، وتشير إلى الثعبان، الثعبان الذي به علامة مميزة وضخم كبير يسمى الثعبان الأرقم، والصغير يسمى الأريقم. فكان العرب يستخدمون أسماء الحيوانات والسباع واللي فيها ضراوة وشدة لتخويف يعني أعدائهم منهم. فذكرنا يعني المجموعة الأولى التي كانت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ونذكر يعني ماذا كان يتم خلال الثلاث سنوات، هذه الثلاث سنوات التي يجتمع فيها الصحابة الكرام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت مفروض عليه الصلاة الأولى بصيغتها الأولى، وهي ركعتين الصباح وركعتين العشي، وأحيانا يصلوها في الشعاب زي ما ذكرنا مع سيدنا علي بن أبي طالب، ورآهم أبو طالب وسألهم عن هذا الأمر. ولكن في معظم الأيام أو في معظم الأحيان يكون اللقاء بتدارس القرآن الكريم، تدارس القرآن المكي الذي نزل في هذه الفترة كما ذكرنا أخونا عز الدين، ودوره في هز النفوس وفي تأسيس العقيدة وفي ترسيخها، لأن هذا هو الجيل الذي سينبني عليه الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بقى ثلاث سنوات في هذه الدعوة السرية فقط يبني هذه العقيدة بينهم. ومما حدث في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، الحديث اللي ذكرنا به أخونا عبد الرحمن، إن عمران بن الحسين أتى بأبيه إلى دار الأرقم وكان رجلا كبيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله كم إلها تعبد، قال واحدا في السماء وستة في الأرض، وقال يعني أدعو الذي في السماء، حتى أسلم وبكى، وبكى لبكائه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المستهزئين عن المشركين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجمع قومه وقال إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا وأولى نار أبدا. يقول يا بني عبد المطلب ما أعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. وعرفنا أن أبو لهب في هذا الموقف يعني قال له تبا لك لهذا جماعتنا، تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا، ونزل قول الله سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب وتب. فلما ظهر الأمر بين قريش، وكانوا بالتأكيد خلال السنوات الثلاثة السابقة قد استشعروا أمر من الأمور المسلمين، وقد رأوهم أحيانا وهم يصلون في بعض الشعاب، وقد رأوهم أحيانا وهم يتكلمون ويتناجون بكلمات غير التي يستخدمونها حول الطواف حول الكعبة أو حول الصلاة، ولكن لم يعيروا لهذا الأمر هما كبيرا، لأنهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم من المتحنفين الباحثين عن دين آخر مثل السابقين الذين فعلوا هذا، زي زيد بن عمرو بن نفيل
كان يبحث عن الدين الحق، وقال لو أعلم الطريقة أو الجهة التي أعبد الله سبحانه وتعالى عليها لعبدته. ووصلته أخبار من الأحبار أن هذا مبعث نبي آخر الزمان، فقال اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه سعيدا ابنه. وسعيد بن زيد هو الراوي لحديث العشر المبشرين بالجنة، فيذكر نفسه أنه هو العاشر. ومنهم كان ورقة بن نوفل الذي تنصر في الجاهلية لأنه كان أقرب الأديان التي وجدها للحق، ومنهم أمية بن الصلت وغيرهم من الذين كانوا يبحثون عن أديان مختلفة. بل حتى كان في أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أمه من يسمى أبو كبشة، وهذا كذلك هجر أديان قريش ولم يعني يدين بأي صنم من أصنامهم. فكان أبو سفيان لما يحب يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع يقول ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان يعني شريفا في قومه، فينسبه إلى أبي كبشة هذا الجد المجهول الغير معروف، فيقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة اليوم لما ذهب يعني في التجارة للشام بعد صلح الحديبية وقابل هرقل، وهرقل سأله أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة. في النهاية هرقل قال لو أني عنده لغسلت عن قدمي، إن أمره لا يكاد أن يصل إلى قدمي هاتين، إلى هذه الأرض التي أقف عليها. فاستغرب أبو سفيان فقال إن ملك بني الأصفر يخشى منه، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. فعرمنا الآن من هو أبو كبشة وليه بينسبه لي بالذات. وأمر في هذه العبارة يعني معناها كبر وطغى وتوسع، ومنها قول الله سبحانه وتعالى لقد جئت شيئا إمرا، يعني خطره وأذاه يصيب الكثيرين، لأن كل أهل السفينة يصيبهم هذا الأذى الذي فعلته. ومنه قوله سبحانه وتعالى وإذا أمرنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، فليس من الأمر ولكن أكثرنا مترفيها، أكثرنا مترفيها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالسوء ولا يأمر بالفساد ولا يأمر بالفحشاء، ولكن أمرنا مترفيها يعني أكثرناهم ففسقوا فيها فحق عليها القول. فالله سبحانه في النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر هذا الأمر عندهم وجدوا أن فيه خلاف لما كانوا يتوقعونه من المتحنفين، وأن الأمر الآن فيه خطر على زعامتهم الدينية، لأنه لا يريد فقط أن يعبد إلهه ولكنه يسفه آلهتهم ويدعو إلى إله واحد، واتباع هذا الإله الواحد يعني اتباع التكاليف واتباع الأوامر والنواهي، وهذا يعني يجعلهم يكفون عن اتباع الهوى الذي كان موجودا عنده. بدأوا في محاولة تحديد موقف محدد ومثبت لما يجب أن يقولوه في موسم الحج التالي، لأنه بدأ يكثر الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في مجلس استشاري كما يقول الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري لكف الحجاج عن الاستماع للدعوة، لأنهم قالوا إذا جاء الناس في الحج ووجدوا قولنا مختلف، البعض يقول ساحر، البعض يقول شاعر، البعض يقول مجنون، فإذا اختلفنا فيه فإنهم يسمعون إليه ويعني يصبؤون معه، فيجب أن نحدد قولا واحدا فيه. فكان الذي يعني اختار أو أشار لهم هو الوليد بن المغيرة، لأنه قال يعني لقد سمعنا قول الكهان وما قوله بزمزمة الكاهن ولا سجعه وليس بمجنون، ولقد رأينا الجنون وعرفناه وما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته، وعرفنا الشعر رجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه وما هو بالشعر، ورأينا الساحرين والسحار وسحرهم وما هو بنفثهم ولا عقدهم. فقالوا فماذا تقول؟ قال إن قوله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وأقرب القول فيه أن تقول أنه ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وعشيرته وزوجته. وكان فيه قول الله سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، لأن الله سبحانه وتعالى يصف حالته النفسية وهو يبحث عن مخرج لهذا الكلام. ثم بدأت مجابهة الدعوة بأساليب كثيرة. نعم الوليد بن المغيرة. نعم. فعرضوا على أبو طالب، يعني هذا من الأشياء الطريفة، إنهم عرضوا على أبو طالب سلمنا ابن أخيك وخذ مكانه عمار بن الوليد. عمار بن الوليد كان أخو خالد بن الوليد، وكان شابا وسيما جدا ويعني منسق الجسد
ويعني بيسموه أنهد فتيان مكة. أنهد الفتيان يعني أولهم يقدمونه يعني في الوسامة وفي الشرف وفي الجهاد وفي القتال وفي غيره، ولكنه كان كذلك ممن يغوين النساء، يعني يبدأ يستجلب النساء بكلامه وبصوته فتستهويه النساء. فأبو طالب قال لهم يعني بئس ما قلتم، يعني أعطيكم ابني فتقتلوه وتعطوني ابني فأخذوه لكم. وسنتكلم عن وليد بن العمارة بشكل تفصيلي أكثر بعد قليل. النبي عليه الصلاة والسلام لاقى من إيزاء المشركين الكثير. هذا المخطط رسمه بعض الرحالة في بداية القرن العشرين اللي ذهبوا إلى مكة فوجدوا بيت السيدة خديجة بيت النبي عليه الصلاة والسلام قائما، فيعني قائم أطلال منه، فرسموا كما يتخيلوا. فاللي يهمنا في هذا الجزء، هذا يسمى المختبأ، هذا الجانب الذي يسمى المختبأ. ورد في الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة في بيته، ومعظم البيوت كانت يعني جزء منها مسقوف وجزء منها مكشوف تدخله الشمس يعني فيكون كصحن للدار، فكانوا يلقون عليه الحجارة ويلقون عليه يعني بقايا أمعاء الشاة التي تذبح وسل الجزور الذي يذبح من فوق بيته، ويلقون عليه الشوك، وكانت أم جميل هي التي يعني تأخذ الشوك وتضعه أمام باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يأخذ هذه الأشياء ويخرج إلى باب بيته ويقول أي جوار هذا يا بني عبد مناف، ثم يلقيه بعيدا عنه. فكان الإزاء يصله إلى بيته، حتى أن هذا المكان جعل له سقفا صغيرا وأطلق عليه اسم المختبأ. وهذه الدار اللي هي دار السيدة خديجة كذلك كانت موجودة حتى وقت قريب، وأسس مكانها مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وحاليا مكانها هذه البرحة الخضراء. فإذا خرجت من باب المروة وقبل أن تصل إلى الحمامات، ها هنا هذه الساحة الموجودة كان بيت السيدة خديجة، فكذلك ممكن يعني تجلس فيه وأهلك وتتنسم يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك الذي حوى فيه بنات النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وغيرهم، وخرج منه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. وأمام هذه البرحة يكون باب السلام هنا الذي كان يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم من جهته عندما يقبل إلى الكعبة. وبجوار هذا المكان كذلك في شارع اسمه القشاشية، في زقاق صغير، هذا الزقاق كان في حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة ويقول السلام عليك يا رسول الله ويسمعه وهو في ذهابه وجهابه. فهذا المكان الذي كان فيه الحجر كما جاء في الصحيحين. هذه خلاص هذا كله احنا بس عارفين قدرنا بالعافية نظبط الأماكن في المكان. نعم طيب. فهذا البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته آخر ليلة كانت فيه كان سيدنا علي بن أبي طالب لما نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آل إلى عقيل بن أبي طالب. فعقيل هو الوحيد اللي كان باقي من آل عبد المطلب في مكة، فكان يبيع هذه الدور أولا بأول. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان في منى، فقالوا أين تنزل غدا في النزول إلى مكة لطواف الإفاضة؟ قال وهل ترك عقيل لنا منزلا؟ باع كل البيوت، فقال ننزل في خيف بني كنانة، ونتكلم عن رمزية خيف بني كنانة لما يجي وقته إن شاء الله. أبو جهل ويعني جهالته على النبي صلى الله عليه وسلم كثير كما ذكرنا، يعني أراد أن يلقي حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يطع عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أمامه يعني خندقا من نار، وفي رواية أخرى وجد فحلا من إبل يكاد أن يتخطفه، ورجع منتقعا لونه ومتغيرا وفيه صفرة، وقال يعني ظهر لي فحل من الإبل ما رأيت مثله قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل لو دنا لأخذه. كذلك ممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط، وهو كان يعني من أشقى القوم ومن أسفههم، فهو الذي ألقى عليه سل الجزور، وفي حادثة أخرى يعني خنقه بثوب حتى كادت تجحظ عيناه صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود يحكي قصة أنه يعني عقبة بن أبي معيط كان رجلا يعني ليس من أشراف قريش الكبار، فذبح ذبيحة وأراد أن يعني يأخذ شرف أن يحضره وجوه قريش، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثلك لا يتخلف عن ذبيحتي. قال إنك ذبحتها لغير الله،
وأنا لا أكل مما يذبح لغير الله. فقال فما أفعل لكي تأتي؟ قال تسلم، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فأسلم بلسانه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحضر هذه الذبيحة. ثم لما رجع كان صديق أمية بن خلف في تجارة، قال سمعت أنك صبأت، فلا يعني يقارب لساني لسانك حتى تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فتؤذيه وتقول أنك كافر بدينه وتتفل عليه. فأجابه إلى ذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكفر أمامه وأراد أن يتفل عليه. ففي الإنسان العيون في سيرة الأمير المأمون، فإن يعني الرذاذ الذي يخرج من فمه انقلب على وجهه، ارتد على وجهه فآذاه ويعني أثر في وجهه، أثر الحروق في وجهه. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم إنا قاتلوك. وقتل بعد غزوة بدر صبرا عند عرق الظبية كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. وسيدة فاطمة الزهراء وقتها كانت فتاة صغيرة، هي الوحيدة التي أتت وخلعت السلى الجزور من على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا كذلك ذكرنا. أبو بكر الصديق كذلك يعني لاقى من الإيذاء الشديد والكثير، حتى أنه وطئ بالأرجل وضرب ضربا شديدا، وكان عتبة بن ربيعة يضربه بالنعل، النعل اللي بالخشب المخصوف والمطبق، ويحرفهما إلى وجهه بحرف النعل، حتى صار لا يعرف أنفه من وجهه، يعني من كثر تورم الوجه لا تعرف هل هذا هو القفا أم هذا هو الوجه. ويعني أخذوه وكانوا يعني يظنون أنه مات، وقال لا يشكون في موته، حتى أن بنو تيم قالوا لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة. فلما أفاق أول شيء سأل عليه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل أمه تسأل يعني بنت أم جميل بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، كانت أسلمت وأكتمت إسلامها، فأتته وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم سالم وبحال طيب، فقال لا أرضى حتى أراه بعيني. فأخذوه يحملونه إلى دار الأرقم حتى قابله النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه بأن تدخل الإسلام، فدخلت أم سيدنا أبو بكر الإسلام رضي الله عنه. الصحابة الكرام ذكرنا بعض الصور التعذيب التي لاقوها سيدنا عبد الله بن مسعود أول ما صدح بالقرآن، سيدنا بلال بن رباح الذي كان يعذب أمية بن خلف في يعني بطحاء مكة، خباب بن الأرت الذي كان يعني يوضع النار على رأسه بالسيخ اللي يكون محمر من التسخين، حتى الشرفاء زي عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير لم يعني يفلتوا من عقوبات أهليهم، من كانوا يضعوه في حصير ويدخنون عليه، من كانوا يتركوه مجوعا، من كانوا يعني يؤذوه إذانا شديدة. ومن الصحابيات الكريمات زنيرة التي يعني ضربوها حتى عمي بصرها، ولبينة هذه كانت يعني عند سيدنا عمر بن الخطاب وكان هو الذي يعذبها على الكفر، فكان يضربها حتى يمل فيقول إني لا أعتذر إليك لأني قد مللت من الضرب، فتقول له ولكن الله يعذبك ولا يمل إن لم تسلم. فكان هذا يهزه، وهذه كانت من مقدمات إيمان سيدنا عمر بن الخطاب. وكذلك صحابية اسمها النهدية وابنتها، وسيدنا عمار بن ياسر وأمه الكثير. ربما يعني نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أمتي كالغيث أو كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، فهذه الأمور تتكرر وتتداعى على الأمة الإسلامية عبر العصور، وكثير من صور التعذيب هذه مرت على المسلمين وما زالت تمر عليهم، بل أشد من ذلك. يعني فإن كان يعني فرعون كان يعني يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، فقد بلينا بشرار الخلق الآن الذين يقتلون الأبناء ولا يستحيون النساء في غزة، وينصرنا الله عليهم إن شاء الله نصرا عزيزا كما نصر الصحابة الكرام. من هنا جاء الإذن بالهجرة إلى الحبشة. دكتور أنتر يريد أنه إحنا لما نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى صحابة رسول الله نتذكر كم من الأذى تحمله الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام في سبيل أن يصل هذا الدين إليه. فحتى يصل الدين إليه، حتى وصل لهذا الشكل، يعني كثير من الناس ضحوا وتحملوا أذى شديد، فنحن نطلب لهم الرحمة والرفعة فنعيش لما نصلي على رسول الله نعيش أنه اللهم اجزيه عنا خير الجزاء على ما قدم وعلى ما تحمل من أذى. جزاكم الله خير. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
لما الله سبحانه وتعالى يقرن من اتبعك من المؤمنين هؤلاء الثلة الفريدة الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لرسوله بأنهم كافين للنبي صلى الله عليه وسلم لحمل هذه الرسالة، فهذا يعني تشريف وتعظيم كبير. الإذن بالهجرة إلى الحبشة جاء لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أهل قريش كانوا ذهبوا إلى المدينة إلى يثرب، قالوا يعني هناك اليهود هم أهل كتاب، نذهب إليهم كي يوجهوا أسئلة إلى هذا الذي يدعي النبوة حتى يخرسوه، فلا يستطيع أن يرد عليهم لأننا لا نعلم بعلم الكتب الأولى. فأهل المدينة الأحبار اليهود سألوهم عن أخبار، قال لهم اسألوه عن فتية في الزمن الأول خرجوا ما قصتهم، وعن رجل طوف البلاد شرقها وغربها، واسألوه عن الروح. فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا هذه الأسئلة قال أجيبكم عنها غدا، ولم يستثني، يعني لم يقلوا إن شاء الله، فيعني فتر عنه الوحي فترة، ثم جاءته سورة الكهف فيها الإجابة على هذه الأسئلة كاملة. وعند الروح قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. لكن الشاهد أن في سورة الكهف بيّنت فيها هجرة الشباب أصحاب الكهف، وبيّنت فيها خروج ذو القرنين إلى أطياف الأرض وخروجها إلى أماكنها المختلفة، فكان هذا دافعا للمؤمنين بالفرار بدينهم والخروج إلى مكان يأمنون فيه على أنفسهم وعلى دينهم. وما حول مكة كلها غير مأمونة، لأنها كلها إما فيها بيت لصنم من الأصنام زي المشلل، كان فيه صنم مناة، واللات كانت في الطائف، وكان أحبار اليهود مستولين على المدينة وعلى يثرب، ويعني تقتيل ما بين الأوس والخزرج على أشده. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الحبشة لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحدا. فخرج 14 من الرجال والنساء، يعني 7 تقريبا بزوجاتهم، منهم سيدنا عثمان وزوجته السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة وزوجها أبو سلمة، وسيدنا جعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس. هذا كان في رجب سنة 5 للبعثة. خرجوا من مكة إلى ميناء يسمى ميناء الشعيبة، وهو جنوب جدة، ميناء قديم، وهناك وجدوا يعني سفينة جاهزة، وخرجوا إلى مصوع اللي هي في أريتريا الآن، ومنها إلى أكسيوم في الحبشة. نلاحظ شيئين، إن الصحابة الكرام وهم مهاجرين يحتاجوا إنهم يبتعدوا عن البر بأسرع ما يكون، لأن قريش تكون في إثرهم، فيريدون أن يركبوا البحر بسرعة، فخرجوا إلى ميناء الشعيبة. سيدنا أبو بكر الصديق لما أراد أن يهاجر في البداية ما كان يتبعه أحد لأنه كان بمفرده، فخرج إلى المكان الذي يجعله يقضي فترة أقل في البحر وفترة أطول في البر، لأن العرب ليس لهم عادة بركوب البحر، فخرج إلى برك الغماد يكون هنا، بحيث يأخذ المركب إلى الحبشة مباشرة من هذا الجانب. ولم تكتمل يعني هذه الحادثة كما سنذكر في حادثة الهجرة بالتفصيل. سيدة أسماء بنت عميس زوجة جعفر ابن أبي طالب من الصحابيات الكبار اللي كانوا في الحبشة، وهي تذكر لنا أحداث في الحبشة سنأتي إليها، لكن بعد يعني استشهاد سيدنا جعفر تزوجها سيدنا أبو بكر الصديق، وبعد وفاة سيدنا أبو بكر الصديق تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب، وكانت أنجبت لجعفر ولدا اسمه محمد، وأنجبت لأبي بكر ولد اسمه محمد. وفي يوم يعني اختصم المحمدان وقال هذا أبويا أبي خير من أبيك، وثاني قال أبي خير من أبيك. سيدنا علي قال احكمي بينهما، فقالت والله ما رأيت مثل جعفر شابا وما رأيت مثل أبي بكر كهلا. فقال ويحك، وماذا تركت لنا، ولو قلت غير هذا لما قدتك، يعني لو قلت حاجة غير كده كنت كرهتك انك انت يعني بتحاول انك تماري وترائي. فكانت يعني من الذين جمعوا هذه الحسنيات، لكنهم بقوا 5 شهور فقط. الحديث هنا يقول من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض، يعني خرج من المكان الذي فيه يعني فتنة على دينه إلى مكان آخر فيه أمان ولو شبرا من الأرض استوجب له الجنة، وكان رفيق أبيه إبراهيم خليل الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من الأحاديث كذلك التي ذكرها ابن إسحاق في السيرة النبوية. فهذا كان يعني مشجعا لهم للخروج إلى الهجرة. أنا بحاول أسرع بس شوية عشان في بعض الدروس مستفادة مهمة. نعم.
من رجب لشوال الهجرة الأولى كانت 5 شهور بس ما فيش غيرهم، رجب وشعبان ورمضان وشوال. في شوال نزلت سورة النجم، فلما نزلت سورة النجم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها أمام يعني أهل قريش وعند الكعبة، كان أهل قريش كلهم موجودين وقتها. فلما وصل عند قوله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، كل من كان حاضرا هذا الموقف من سادات قريش سجد. الرهبة اللغة العربية وقوة القرآن وسطوة المعاني القرآنية وهم أهل اللغة أجبرتهم على أن يسجدوا، إلا الوليد بن المغيرة كان كبيرا لا يستطيع أن يسجد، فأخذ حفنة من تراب وضعها على جبهته كعلامة للسجود، يعني هو كذلك أراد السجود. هذا الخبر وصل إلى المسلمين في الحبشة بشكل مغلوط، وأشر إليهم أن قريش قد آمنت وسجدت، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن وسجدوا معه، وعمر بن الخطاب كذلك آمن من شرار القوم الموجودين، فقالوا فتح الله لنا فتحا كبيرا ومبينا فلنرجع إلى مكة. والمرجح أنهم في الهجرة الأولى لم يقابلوا النجاشي، ولكن وصلوا إلى أكزيوم في الحبشة كيعني بعض اللاجئين أو التجار أو المقيمين، ووصل خبرهم إلى النجاشي ولم يقابلهم، ولكن أمنهم على ما هم فيه وتركهم، فخرجوا بعد 5 شهور راجعين إلى مكة. وهم في الطريق إلى مكة جاءهم الخبر إنه قريش الآن يغيرون قولهم، لأنهم هم لما يعني سقط في أيديهم وجدوا أنهم كلهم قد سجدوا حبوا أنهم يخرجوا من هذا المخرج بأي شيء، فراجعوا صورة النجم التي نزلت، ففيها قول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. فقالوا نضع كلاما مسجوعا وسط هذا الكلام، فقالوا أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، حطوا الكلمتين دول في النص، فقالوا مدح آلهتنا فلذلك سجدنا. فلما وصل الخبر بهذا الشكل قالوا لا، يعني هو الأمر الآن ليس هو اللي توافقنا عليه، وطبعا هذا يعني في بعض المصادر تقول أنه مما وضعه الشيطان في آذانهم فهم سمعوه، وبعضهم يقول مما وضعه يعني نطقه الشيطان فسمعوه، ولكن هذا كله يعني من تأليفاتهم ومن وضعهم، فليس هذا يعني نسق القرآن ولا كلام القرآن ولا معاني. فلما رجعوا بعض منهم رجع إلى الحبشة قبل أن يدخل مكة، البعض منهم دخل في جوار الآخرين، ثم ما لبثوا أن خرجوا مرة ثانية، وهذه المرة كانوا 84، وهذه المرة بقوا في الحبشة كام؟ 14 سنة. 14 سنة في الحبشة. ولذلك مهم أن احنا ندرك إيه اللي عملوه بالضبط في الحبشة، وأهمية الحبشة لينا بالذات في كندا وفي بلاد المهجر على العموم. فخرج وراءهم، أرسلت قريش وراءهم عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة ليردوهم من عند النجاشي. والمشهور أن عمرو ذهب أكثر من مرة للنجاشي، فهذه مرة منهم لما خرجوا وقابلوا النجاشي. هذا المسجد الصحابة يسموه، مسجد الصحابة في مصوى في أريتريا ما زال قائم إلى اليوم، وهو المسجد الذي أسسه المهاجرون الأوائل من الصحابة لما وصلوا إلى الشاطئ الإفريقي، ويعتبر أول مسجد في أفريقيا. طيب لما خرجوا إلى النجاشي عندنا عدة أشياء مهمة نذكرها هنا. خلينا يعني نتكلم شوية عن عمار بن الوليد مرة ثانية لأنه له مأساة في هذه الحالة. بعض الروايات تذكر أن عمار بن الوليد خرج معهم، وكانت لعمر بن العاص جارية في السفينة التي يعني أخذتهم، فتكلم مع الجارية حتى استمالها إليه، فغضب عمر، فلما غضب تعارك، فالعمارة شال عمر ورمى في البحر وهو لا يجيد السباحة، فبدأ يناشدهم لا نرجعوا السفينة ثاني. فلما رجعوا السفينة ثاني يعني أظهر الوفاق أنه خلاص تصالحنا، ولكن أضمر الشر بعمار بن الوليد لكي يؤذيه، فقال له يعني أكتب كتابا لبني قومك أنك تبرئني من دمك، وأنا أكتب كتابا لقومي أبرئهم
من برئك من دمي حتى يعلموا أننا تصافينا. فكتبوا الكتابين كل واحد اداها للتاني. ولما وصلوا إلى النجاشي، وهنسيب دلوقتي الحوار اللي حصل مع سيدنا جعفر، بعد يوم أو يومين عمرو قال لعمارة: ألا تتكلم مع زوجة النجاشي فتلينها تجاهك حتى تؤثر على النجاشي فيعطينا ما نطلب؟ فقال: أفعل. فبدأ يتودد إليها ويتقرب منها حتى استطاع أن يكلمها وتكلمه وتحادثها ويحادثه. فعمر قال: لا أصدق أنك فعلت هذا إلا أن تأتيني بعلامة، فأتيني بطيب من طيب النجاشي الذي يستخدمه خاصة. فطلب منها ذلك فأبت، قالت: لا، يعني يعرف ويؤذيني. فما زال بها حتى أعطته الطيب، فأخذ الطيب وذهب إلى النجاشي. وفي الوقت الذي فيه عمارة يكلم زوجة النجاشي، قال للنجاشي: إن هذا الرجل قد يعني استمال زوجتك وهو عندها الآن، وهذه العلامة هو الطيب. فأتى به النجاشي وقال: لولا أنك رسول والرسل لا تقتل لقتلتك الآن، لكن أفعل بك أشد من القتل. فجاء بسحرته فنفخوا فيه من السحر، فخرج هائما على وجهه وعاشر السباع وكان ينفر من الإنس، وبقى هكذا يعني لا يأكل إلا الميت مع السباع، ولا يلبس، وتطول أظفاره، ويعني تتقطع ملابسه، وينمو شعره، وكأنه قد توحش واستوحش. حتى بعد غزوة بدر ذهب أحد يعني من قبيلته يبحث عنه، فدخل وسط غابات الحبشة حتى وجده في كهف، فبدأ يذكره ويحدثه، فقال: اتركني. فأمسكه، قال: إن أمسكتني مت، ولكن أرسلني. فلم يرسله فمات بين يديه، ودفنه في هذا الدغل أو في هذه الغابة الموجودة. فسبحان الله، هذا يعني الذي كان قد حدث له. نعم، صلى الله عليه وسلم. طيب، لما وصلوا إلى النجاشي قال سيدنا عمرو يعني للنجاشي: إن هؤلاء الفتية يعني خرجوا من عندنا وسبوا آلهتنا وسفهوا أحلامنا ولم يدخلوا في دينك. فالنجاشي، وكانوا واخذين يعني جوائز كثيرة وهدايا كثيرة للبطارقة، فكانوا البطارقة اللي حوالين النجاشي، والنجاشي اسمه أصحمة، وهذا النجاشي له قصة عجيبة يعني هنذكرها. إن هو لما أعطوا كل هذه البطارقة قالوا يعني كلامه قول الحق، فأعطيه لهم، يعني ما لنا بهؤلاء المشاغبين الذين شغبوا على قومهم ولم يدخلوا في ديننا. قال: والله لا أعطيهم إياه حتى أسمع منهم، يعني حتى أحكم بينهم لابد أن أسمع من الطرفين. فجاء سيدنا جعفر والمهاجرين معه، واتفقوا أن سيدنا جعفر يكون هو المتحدث الرسمي الوحيد بينهم. فقال: كنا قوم سوء، وبعث الله نبيا عرفنا يعني قدره وشرفه، وأمرنا بالأخلاق وبالبر، ونهانا عن الفحش، وبدأ يذكر له من الإسلام الكثير جدا. ثم قال له: اسأله، يعني اسأل عمرو، هل نحن عبيد أم أحرار؟ عشان نكون هاربين من ساداتنا. قال: بل أحرار. قال: فإذن فنحن في بلدك وفي أرضك، وأنت لك القول فينا. فقال: والله لا أسلمكم لأي مكان ولا أي أحد آخر، فإن هذا حقكم. فجاءه عمرو في اليوم التالي وقال: إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فكان حتى عبد الله بن ربيعة الموجود معه قال: يعني اتق الله في أرحامنا ولا تؤذي إخواننا، لأنه إذا عرفوا ما يقوله المسلمون في عيسى ربما يقتلوهم ولا يسلموهم لنا. قال: بل أفعل. فأتى بهم مرة ثانية وقال: ما تقولون في عيسى؟ هذه مشكلة الآن مع المسلمين، إنك تتضارب عقيدتك مع عقيدة الذي أعطاك الأمان. ولكنهم عند الوصول إلى الثوابت وعند العقيدة لا يمكن التفاوض. فقالوا: نقول فيه ما قال الله ورسوله. ثم تلا عليه صدر سورة مريم. فلما وصل إلى أنه عبد الله ورسوله بكى النجاشي بكاء شديدا وقال: إن هذا الكلام والذي آتى به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، وما عدا عيسى ما تقول هذا العود، كان ما عود ينكد به في الأرض، يعني ما خرج كلامك عن وصف عيسى هذا العود حتى. فبدأ البطارقة ينخرون يعني يتضايقوا من هذا الكلام. فقال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، يعني مأمونين، ولا أرضى الرشوة فيكم، وقد رد الله علي ملكي دون رشوة.
هذا الكلام يذكره ابن إسحاق. فيعني الحادثة يقول أن هذا النجاشي كان أبوه هو حاكم الحبشة، وكان هو النجاشي الأكبر، وكان شديدا على قومه، وله هذا الولد واحد أصحمة، فتآمرت عليه الحبشة حتى سلموا الملك لأخيه اللي هو يعتبر عم أصحمة، وعم أصحمة كان معه 12 من الأبناء، فقالوا له يعني هذا الولد إن بقي سيدعي ملك أبيه فاقتله. فقال لا أقتل ابن أخي ولكن باعه عبدا، فاشتراه رجل من العرب من بدر، وبقى يعني يرعى الأغنام وتعلم اللغة العربية كذلك في بدر. فلما يعني فيما بعد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان في بدر، دخل الصحابة، سيدنا جعفر يقول دخلنا على النجاشي فوجدنا عليه ملابس مهلهلة ويجلس على التراب ورأسه منكسة، فسألناه فقال إن من ديننا أن نظهر التواضع لربنا إذا نزلت علينا نعمه العظيمة، وقد نزل على نبيكم نعمة الفرقان العظيمة، وهو أن نصره الله في بدر حيث كنت أرعى لسيدي قبل أن يرد الله علي ملكي. فلما مات عمه اللي هو حاكم الحبشة تصارع الاثناشر ولد وقتلوا بعضهم تقتيلا، فلم تجد الحبشة بد من أنهم يذهبوا بنفسهم ويأتوا بأصحمه ويسلموه ملكه مرة ثانية، فرد الله عليه ملكه دون رشوة. طيب لما بقى المسلمون في ضيافة النجاشي هناك، كانت مشكلة حقيقية قائمة أن النجاشي هو فقط الذي يؤمنهم، هو فقط المتعاطف معهم، لكن البطارقة الحكومة العميقة ما زالت كلهم ضدهم. فكان هناك بعض الأخطار المحدقة بهم، منها أنه بدأت بعض الممالك الحبشية الأخرى تغير على الحبشة، والنجاشي قال لهم هذه السفينة بها زادكم، فإن ظهروا علينا فانطلقوا حتى لا تؤسروا ولا تقتلوا. فالمسلمين يعني عايزين يعرفوا إيه اللي حصل، فطلبوا من سيدنا الزبير بن العوام، جاءوا له بقربة زي قرب اللبن ونفخوها فصارت مثل العوامة، فأخذها وطفى على النهر، في الغالب هو يكون النيل الأزرق، ووصل إلى الضفة الأخرى من النهر وبدأ يتابع المعركة التي تحدث، ثم رجع إلى الصحابة الكرام وهو بقميصه يلوح به بشارة على أن النصر كان حليف النجاشي، فهم ماكثون وباقون في مكانهم. ثم حدث خطر آخر، أن البطارقة قاموا عليه ويعني بدأوا يؤلبون ضد النجاشي ويقولون آمنت بنبي العرب وتركت المسيح عيسى بن مريم. فجاء إلى سيدنا جعفر بن أبي طالب وقال أشهد على هذا، وأخذ ورقة وقال أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وأخذ هذه البطاقة وضعها في صدره. ثم لما جاء البطاقة قال ما تنقمون مني؟ قالوا ننقم منك أنك تقول أن عيسى ليس ابن الله. قال فما تقولون؟ قالوا نقول أن عيسى هو ابن الله وهو الله. فقال وهو كذلك عندي، فأشار إلى صدره بهذه الحركة بأن هذا الذي في صدري هو عندي، فأخذوا هذا المعنى وتركوه. وهكذا كان يعني لا يظهر إسلامه إلا بعد صلح الحديبية، في لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الخطابات والرسائل إلى الملوك والإمراء، أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فأخبره بالإسلام، فقال يعني أسلم وأظهر إسلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه طلبين في هذه السفرة وفي هذه المهمة لسيدنا عمرو بن أمية الضمري، أنه هو يسمح للمهاجرين بأنهم يرجعوا إلى المدينة، الكلام ده في سنة 6 هجرية بعد صلح الحديبية، فرجعوا في 7 هجرية في فتح خيبر. وطلب منه أمر ثاني عجيب، وهو أنه كانت السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة لعبيد الله بن جحش، أخو عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش من الصحابة الكبار ومن شهداء أحد الكرام، لكن عبيد الله بن جحش تحت سلطة الثقافة الغالبة المسيحية تنصر وقال للمسلمين أبصرنا وصأصأتم، يعني احنا شفنا الحق الصحيح وانتم ما زلتوا تتخبطون في العمى، واثنين آخرين معه. فكانت الفتنة عظيمة على أم حبيبة، أبوها هو رأس المشركين في مكة وزوجها تنصر وتركها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للنجاشي أنه يكون وكيله في تزويجه لتزويج السيدة أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النجاشي اختاري وكيلك، فاختارت خالد بن سعيد بن العاص، وهي نفسها تقول رأيت في المنام أن زوجي اللي هو عبيد الله بن جحش قبل أن يعلن تنصره قد اسود وجهه.
ففي الصباح أخبرها أنه تنصر، ثم رأت في المنام أن هناك من يناديها يا أم المؤمنين، فاستغربت اللقب وعلمت أن هناك خير سيأتيها، ولم تكن تعلم أنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة أسماء بنت عميس بتذكر لنا هذا الحديث العجيب والجميل، لأنه في سنة بعد غزوة بدر، يعني في سنة 3 هجرية تقريبا، سيدنا أبو موسى الأشعري و50 معه من اليمن قرروا الهجرة إلى المدينة، ولكنهم خافوا إن هاجروا بالبر أن تعترضهم قريش في مكة فيعني تمنعهم من الهجرة، فركبوا البحر حتى يكونوا بمحاذاة الساحل إلى أن يصلوا إلى ينبع قريبة من المدينة ويذهبوا إلى المدينة. فحدث أن الرياح نقلت المركب إلى الشاطئ الآخر فكانوا أقرب للحبشة، وتضررت سفنهم فنزلوا عند جعفر بن أبي طالب. فلما نزلوا هناك وأخبرهم جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تأتي حتى أرسل إليك، بقوا مع سيدنا جعفر بن أبي طالب هناك حتى رجعوا معه. فكانت سيدة أسماء بنت عميس بتقول إيه، هو سيدنا أبو موسى اللي بيحكي الكلام ده، بقول بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم، وقال في 53 أو 52 رجلا، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة، يعني يقول لهم نحن أخذنا الهجرة قبلكم. ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الزائرة، فدخل عمر على حفصة ابنته وإسماء عندها، فقال من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية هذه، البحرية هذه. سيدنا بيتنظر سيدنا عمر بن الخطاب زي لما تروح مصر يقولوا جيل كندي. فقالت أسماء نعم. قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلا والله، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعداء البغضاء بالحبشة، رغم أنهم أعظم 14 سنة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف. هذا يبين الفترة اللي كانوا يعيشينها في الحبشة. وسأذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. قال فما قلت له؟ قال قلت كذا وكذا. قال ليس بأحق بي مني، ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. بتقول إيه؟ فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. أنا بعدهم خلصوا الله أحكي لنا تاني. قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وانت قلت له طب قولي كمان. يعني سبحان الله على هذا الأجر العظيم جدا. إذن نلاحظ عدة أشياء في الحبشة، أن الحياة كانت صعبة والخطر مخدق. نلاحظ أنهم خلال 14 سنة لم يأتي أحد منهم من الحبشة معهم مسلما، وإنما كان عددهم أقل لأن بعضهم تنصر، وهذا يبين أن كان الهدف الأساسي حفظ الدين وحفظ الهوية الإسلامية الموجودة أهم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في تلك المرحلة وفي هذا المكان. ثنائية اللغة، تعلموا اللغة أخرى وبدأوا يخاطبوا بها ويتعلموا بها، وتعلموا أشياء كثيرة، منها أن السيدة أسماء بنت عميس قابلت السيدة فاطمة الزهراء في مرضها، فالسيدة فاطمة الزهراء تقول يعني أخشى ما أخشاه عندما أموت يحملوني فيضع علي هذا الثوب فالثوب يفصل جسدها فيعرفوها. فقالت أسماء بنت عميس رأيتهم في الحبشة يضعون صندوقا تسميه تابوتا، فطلبت السيدة فاطمة أن تستخدم هذا التابوت، فكذلك من استخدام منجزات الحضارات الأخرى والبلاد الأخرى. أوكي خلاص أنا هأخذ آخر شيء هنا. المهاجرون أولئك هم الصادقون كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى، لا تفاوض على الثوابت، فإننا يعني نتوافق مع كافة الحضارات التي نعيش فيها طالما لا تصطدم مع ثوابتنا ومع قائدنا، نتحالف مع من يخدم الدين ومع من يخدم المجتمع، ندرك ونقدر أهمية ثنائية اللغة. فخالد بن سعيد بن العاص ابنته اسمها أمامة بنت خالد بن سعيد بن العاص
ولدت هناك، فلما عاشت كانت اللغة الحبشية أسهل عليها من العربية زي ما أبناء كثير مننا. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلت إلى المدينة كان يحملها ويقول لها سنة أم خالد، سنة هذه مش اللغة العربية، هذه بالحبشية معناها جميل. كانت يعني بعض الغنائم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ثوب فيه أعلام كده مزركشة وألوان، فقال أين أمامة بنت خالد، أين أم خالد، سموها أم خالد. فجاء أبو أمامة وهو يحملها 4 سنوات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وألبسها بيده هذا الثوب، بيده الشريف هذا الثوب، وقال لها سنة أم خالد، سنة أم خالد. هي من جمال الثوب تبدأ يعني تتراوح يمين ويسار كذا من الفرحة، ولكن بهاء الوجه النبوي وجمال الوجه النبوي يخطف لبها أكثر من الثوب، فتبدأ تلمس وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحكي إن الحديث تقول فبدأت أعبث في وجه النبي حتى وصلت إلى خاتم النبوة. وأبوها يردها ويقول يعني كفي ومهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعها، ويقول البسي وأخلقي، البسي وأخلقي، البسي وأخلقي، دعاء بطول العمر. فوصلت حتى صارت أكثر الصحابيات عمرا، وكانت آخر صحابية توفيت، وما زالت تحتفظ بالثوب وتذكره وتذكر الوجه النبوي الشريف وما لاقته فيه، صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. احنا كنا شايفين دكتور انت